فإن المعلمين المنقولين والنازحين لن يكلوا أو يملوا من تكرار مطالبهم المتمثلة بالنقاط التالية: 3 اعتماد الزيادة 30% أسوة ببقية المعلمين، 4 اعتماد العلاوات السنوية مثل بقية موظفي الدولة، 5 التثبيت المالي على محافظة تعز، 6 صرف رواتب جميع الدفع المتبقية من المعلمين النازحين لكي يستطيعوا العيش بالحد الأدنى من الكرامة الإنسانية